وديت بتكون اسهل طريقه انك تقدر تعمل بيها نبض القلب في الليد بروفايل، او ازاي تعمل ليد بروفايل ونبض قلب بالشكل ده، بتكون طريقه سهله وبسيطه. كل ده هتشوفه في الفيديو بتاع النهارده. لو مهتم بالمجال ده او مهتم بالليد بروفايل وعايز تعرف كل التفاصيل عنه، ان شاء الله النهارده هيكون فيه فيديو جامد. والفيديو دوت لشرح التوضيح ازاي تعمل ليد بروفايل، وبالذات لو نبض قلب بالشكل ده ازاي تعمله باحترافيه بطريقه سهله وبسيطه. طبعا احنا اول حاجه بنعملها بالشكل ده اننا بنجمع قطع جبسون بورد بالشكل ده، بنعمل الشكل اللي قدامنا ده. طبعا كل ده هنشوفه في الفيديو بتاع النهارده، لكن قبل ما نبدا الفيديو اتمنى تكونوا دمتم بالاعجاب بالفيديو واشتركوا في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ونبدا الفيديو بتاعنا بعد الانترو. وصباح الخير او مساء الخير عليكم على حسب توقيت بتشوفونا فيه. النهارده جبنا لكم فيديو جديد ازاي نعمل نبض القلب بطريقه سهله وبسيطه بطريقه احترافيه. كل ما نعمل اول حاجه طبعا بنجيب شرايح من جبس زي ما انتم شايفين كده، احنا جبنا شرايح من جبس صغيره وعملنا طبعا حددنا رسمه النبض اللي في تكون ليد بروفايل على حسب طبعا الحجم اللي موجود عندك وعلى حسب الحجم اللي هتركبه. طبعا احنا هنركب القطعه ديت عندنا هنركبها في الجزء ده بالظبط. طب عشان نظبط الدنيا طبعا جبنا حتتين طوال وبالشكل ده، ومسمرناهم او ثبتناهم كويس في شكل النبض بتاعنا، والشكل اللي هنرسمه هيكون هيتثبت عندنا في الجزء ده. والطريقه دي بتكون سهله وبسيطه بحيث انك لما تيجي تركب الليد بروفايل بيكون سهل معاك. انت دلوقتي اول ما تطلعها بنمسكها كده بنثبتها على السقف وبنثبت كام مسمار فيها، وبعد ما نثبت كام مسمار اللي هم موجودين دول معانا بنقيس طبعا المسافه وبنظبط من خلال الشكل ده في النص. المسافه الموجوده عندنا ديت 60 سم، طبعا المسافه قليله جدا بس احنا ظبطنا شكل عليها كويس. وبالشكل ده وبالطريقه ديت كده احنا نقدر نرسم اي شكل في النبض الاول وندخله قدامنا، وبعد كده بنثبته على السقف زي ما احنا عايزين. بالطريقه ديت هتكون اسهل طريقه انك تعمل نبض. وده كان الفيديو ازاي نعمل شكل النبض دوت او بطريقه سهله نظبطه. زي ما انتم شايفين كده ده هيكون شكل النبض بتاعنا، بس احنا لحد دلوقتي لسه ما فتحناش، حددناه وهنعلم مكانه بالقلم الرصاص، وبعد كده هنفكه وهنفتح وهنثبت كل حاجه موجوده عندنا، وهنجيب الليد بروفايل وهنقطعه وهنثبته معانا. انتظرونا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنشوف فيه طريقه تفتيح الليد بروفايل او طريقه تثبيت الليد بروفايل وطريقه تشطيبه. وده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو كان عجبكم عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاعجاب بالفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ولو في اسئله او في استفسار ممكن تواصل معانا على صفحتنا على الفيسبوك، ممكن تواصل معانا خلال التعليقات. سلام.